أنه لا يعقل أننا هذه الفئة هذه رأى الأغلبية فيها تتوفر على الإجازة الأساسية على الأقل. هناك من له إجازة أساسية ومن له إجازة مهنية علوم التربية ومن له ماستر عام أو متخصص ومن له تجربة مهنية متواضعة. إذن هذه المراسيم المباراة تقول أن الملمح ديال الدخول يجب التوفر على الأقل إجازة الأساسية إضافة إلى هذه الشوائب. سبق الجديد النيوز أن تابعت معكم الاحتجاجات الأولى واليوم هي كتشوفكم في مسيرة. أشنا هي الخطوات يعني الخطوات هو أننا غادي في مسيرة الأكاديمية مطالبنا السيد مدير الأكاديمية بفتح حوار مسؤول على أرضية ملفنا المطلبي العادل والمشرف هو التراجع عن هذه المرسومين أو إيجاد صيغة معينة من أجل تعيين كافة الأساتذة المتدربين داخل المراكز الجهوية لمهن التربية والتسويق. سيد كاتب العام جديد، شكرا.